بالنسبة للسويم احنا تعبين ياسر. وش هو يوكل في 70 دينار وفي 80 دينار ألف. يوكل في 70 وفي 80 دينار شكارة الشاي ب 35000 وب 40000. فهمني؟ في الشهر. بالتر قلت 18000. فهمني؟ على العلوش على الأقل في الشهر يوكل 20 دينار. يوكل 20 دينار ألف. فهمني؟ نحن الله غالب أمورنا تعبة زيادة على الأخر. وضرينا يدخلونا في العلوش من برا كونترا واحد ومنا فهمني ضرينا. لأنه الفلاح تعب. شكون المسؤول اللي في التجاوزات هذه؟ المسؤول هو الحكومة هي المسؤولة، مش نحن المسؤولين. وزير الفلاحة هو اللي متعبنا نحن، نحن تعبين ياسر. تعبين ياسر. تو شوفي الواحد تاكل فيه الأسماش وتعب يعني وفي الليل يبات يعس سراق واحد ومن تو الواحد يمشي في الطريق مش مأمن خايف. ينجم يشدوه ينحوا له فلوس وينحوا له كاميون وعلوش شكون بيها؟ فهمني أمورنا تعبة الله غالب. يجي يقول لك راقبني في السوم، احنا كيفاش باش نراقبوا السومنا؟ شكون راقبني انا في العلف؟ ما راقبني حد في العلف. مواتنا هو تعب، شكون اللي عايشين؟ عايشين رؤوس الاموال. الناس لاباس عليهم، مش نحن عايشين. امورنا تعب، اخزري فاش نقاصروا نحن. واحد يضرب في 12 ساعة ظل واقف. ويزيد يروح في الليل ظل يعس. وفي الطريق ظل خايف. فهمني امورنا تعب.